بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع كريستوفر جونز نائب المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية بحثا أوجه التعاون القائم بين الجانبين وسبل دعم وزيادة هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الاتفاق على وضع خطط محددة لتنفيذها، ومن أهمها مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة وتداول الطاقة.